السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك محمد ورجعنا فيديو جديد على القناة. اليوم جايبيكم الفيديو مقارنة بين أجهزة الكونسل الجديدة من سوني وإكس بوكس. عندنا من سوني البلايستيشن 5 والإكس بوكس إكس بوكس إكس سيريس، راح نعرف التفاصيل وراح نقارنهن ضد بعض ونشوف أي أقوى وهي بسهل الشراء. كل هذا وأكثر بعد انترو القناة. قبل ما بلش الفيديو يا ريت تشترك بالقناة وتفعل زر جرس لك الجديد وتحط لايك الفيديو، لايك مهم للقناة، تحط تعليق تحت ونفوت على الفيديو على طول. نبلش بتصميم الأجهزة. الإكس بوكس إكس سيريس نفس البي سي ميني، نفس حجمه. اللي ما بعرفش يعني بي سي ميني، يعني بي سي بس محاجم صغير بس بيجي أكبر من كونسول. نفس قطع البي سي، نفس الشكل، نفس الحجم، بس بالإكس بوكس ملحمين القطع على المذر بورد، ما بتقدر تغيرهن أو تطور، ولهم سوفت وير خاص بالكونسول ما هو ويندوز. فيعني الإكس بوكس قريب جدا على البي سي 80%، نفس القطع، نفس الشكل، نفس الحجم الميني، بس قطع ملحومة على المذر بورد وإنه سوفت وير كونسول. إذا تنزل على ويندوز راح يصير بي سي على طول. أما تصميم الإكس بوكس إكس سي، بقصد البلايستيشن، تصميم البلايستيشن 5 غريب جدا ومختلف عن بلايستيشن 4 والفور برو. تصميمه زي بالشكل قدامكو، زي ما قالت سوني وصرحت إنه هذا الشكل راح يعمل انسيابية هواء جدا وبشفط هواء لتبريد القطعة الداخلية، بس تصميم ما عجبني الصراحة. وطبعا جهازين راح يكون جسمهم من البلاستيك والمعدن. أما بالنسبة الإيدين، التحكم نفس تصميم بس زادوا شوية شغلات عليهم، مثل البلايستيشن 5 ضافوا له إمكانية قياس دقات القلب. كل ما زاد دقات القلب كل ما قل صعوبة اللعبة، يعني الإيدين ترسل للجهاز كل ما زاد دقات قلبك كل ما نزل صعوبة اللعبة عشان ظلك مروق وانت تلعب. أما الإكس بوكس ما بعرف شو ضافوا، بس كم من زر ضافوا فقط لغير نفس التصميم ظهر أمامكم. أكبر شيء صار بالكونسول، ضافوا M.2 إكسبريس 4 بسرعة 5 جيجا بايت نقل بيانات. أول مرة بال 2020 حاليا ضافوا لكونسول M.2، راح يصير السرعة 10 أضعاف سرعة الهارد ديسك الطبيعي، وهذا أكثر إشي ركزوا عليه في المؤتمر. سوني وإكس بوكس M.2 ركزوا عليه كثير، اللي بيجي بسرعة 5 جيجا هيرتز، 5 جيجا بقصد نقل بيانات، سريع جدا، هو أقوى M.2 موجود حاليا على كونسول، بتغلب على البي سي بفارق. فراح يكون تشغيل اللعبة وتنقل بين الألعاب راح يكون سريع جدا. الهارد ديسك الميكانيكي الطبيعي مثلا بده لعبة يشغلها 3 دقائق، M.2 راح يشغلها 15 ثانية 20 ثانية، فراح يكون نصف أو ربع الوقت. فنفوت على تفاصيل الداخلية لكل جهاز. طبعا أنا حطيت قدامكم جدول وقولكوا القطع على الإكس بوكس وعن البلايستيشن 5. بالإكس بوكس إكس سيريس راح يجي معاه معالج من زين AMD زين 2 معماري جديدة اللي بتيجي 7 نانومتر 8 كور وفي مالتي ثريد، يعني 8 كور و16 ثريد موجود على هذا المعالج. سرعة هذا المعالج 3.8 جيجا هيرتز، هذا الموجود على إكس بوكس إكس سيريس. أما على البلايستيشن 5 راح يكون معالج من زين كمان AMD 8 كور ما عليه مالتي ثريد، 8 كور بدون ثريد يعني، وبسرعة 3.5 جيجا هيرتز. أما الإكس بوكس راح يجي 3.8 جيجا هيرتز، يعني إكس بوكس راح يجي معالجه أسرع وراح يجي بالإكس بوكس مالتي ثريد، يعني 8 كور 16 ثريد. أما بلايستيشن 5 راح يجي عليه 8 كور فقط لغير، فالمعالج بتغلب وبكسح وكسح، الإكس بوكس راح يفوز من ناحية المعالج. أما روح على الجي بي يو والبطاقة الرسوميات، بطاقة الرسوميات على الإكس بوكس إكس سيريس راح تيجي 12 تيرا فلوبس. اللي ما بعرف شو يعني تيرا فلوبس، هي عملية المعالجة للبيانات، 12 تيرا فلوبس، وعندك 52 كومبيوت يونت، 52 وحدة بسرعة جي بي يو 1825 جيجا هيرتز من نوعية AMD راديون 2 معمارية نافي، معمارية نافي على 7 نانومتر راح يجي جي بي يو. أما على بلايستيشن 5 راح يكون 10 تيرا فلوبس و36 وحدة كومبيوت يونت، 36 أقل من البلايستيشن 5. أما بالممتاز بالجي بي يو تبعت البلايستيشن 5 إنها عندك 2.2 جيجا هيرتز، أسرع من الجي بي يو تبعت الإكس بوكس، بس حسب الأرقام حسب المراجعين انه اكس بوكس اكس سيريس راح يكون اقوى بفضل 12 تيرا فلوبس عن 10 تيرا فلوبس، 52 كومبيوت يونت عن 36 كومبيوت يونت، يعني كومبيوت يونت حتيجي على الاكس بوكس ضعف الموجود على بلايستيشن 5، راح يعطيك 120 هرتز على فول اتش دي مؤكد موجود على الاكس بوكس. اما ال 4K راح يجي 60 فريم، وال 8K حسب ما بقولوا ال 8K المزيف طبعا مش راح يكون حقيقي، انه بدك RTX 2080 Ti 2 تشغل لك 8K، بشغلها على 30 فريم
8K فقط لا غير. يعني انت بتقدر تلعب على الفول اتش دي 120 فقط لا غير، بعدين 4K 60 فريم، ما في 120 او 240. واصلا كمان الشاشات التلفزيونيه حاليا موجود 60 هرتز فقط لا غير على الشاشات التلفزيونيه اللي ممكن انت تشتريها، فاسعار راح تكون غاليه على الشاشات اللي فوق 60 هرتز. اما بلاي ستيشن 5، بلاي ستيشن 5 مش راح يعطيك 120 هرتز على الفول اتش دي، ممكن يجيب لك 80 70 فريم 90 فريم فقط لا غير على فول اتش دي. وبعض الالعاب راح يجيب لك ال 8K اللي مش حقيقي، وراح يجيب لك ال 4K على 60 فريم مؤكد بفضل معماريه النافي 7 والجي بي يو هاي الجديده بفضل المعالج 8 كور. طبعا راح اشغل ال 8K المزيف. بالنسبه للذواكر، ذواكر جهازين نفس الاشي بس في اشي بيختلف. الاكس بوكس اكس سيريس راح تيجي 16 جيجا بايت جي دي دي ار 6، وبلاي ستيشن 5 راح يجي 16 جيجا جي دي دي ار 6 بس بيجي 256 بت. اما الاكس بوكس اكس سيريس راح يجي 320 بت، البتات راح يجي اكثر في الاكس بوكس بس مش راح يفرق نفس الاداء. اما النقطه اللي بعديها الميموري باند ويث، راح تيجي الميموري باند ويث يعني كرت الشاشه بالمختصر او دون كرت شاشه، مناش نقول كرت شاشه. عندك 10 جيجا بسرعه 560 جيجا بت، وعندك 6 جيجا بسرعه 330 جيجا بت. اما عندك بلاي ستيشن 5 448 جيجا بت نقل بيانات. الجهازين زي ما قلت لك بيجين 16 جيجا كل جهاز، وراح يظل النظام حياخذ النظام 4 تقريبا، راح يظل لك 12 جيجا من كل جهاز، فراح ياخذ جهاز للالعاب 12 جيجا فقط لا غير. اما عندك شو كل جهاز بيقدر يشغل، جهاز اثنين مدعومين 4K الترا اتش دي على سي دي بلوراي. يعني انت بس تشتري سي دي بلوراي تبع البلاي ستيشن والاكس بوكس تقدر تشغل عليه 4K مش زي قبل الفول اتش دي، فممكن تشغل هون 4K عليه. وزي ما قلت لك اول الفيديو انه هذول الجهازين اشتهرن NVMe يعني M.2 SSD. بالاكس بوكس اكس سيريس راح يجي M.2 بحجم 1 تيرا نقل بيانات 5 جيجا بت، اما بالبلاي ستيشن 5 راح يجي 825 جيجا بت SSD، راح يكون حجمه اكبر بالاكس بوكس اكس سيريس. في اضافه خارجيه ممكن تجيب SSD وتحطه اضافه لمساحه تخزينيه للجهاز، راح يكون منفذ لها من الواجهه الاماميه للجهاز، راح تكون نفس سرعه NVMe، راح يكون نفس السرعه الداخليه، فالخارجيه والداخليه راح تكون نفس السرعه، عشان هاي الحركه حبيتها اضافه جديده على الجهاز. فالجهازين راح يعطيك اداء ممتاز من ناحيه قراءه والكتابه. وبس ها كانت مراجعتنا من ناحيه الي، اكس بوكس افضل بالمراحل من ناحيه المعالج كرت الشاشه وسرعه نقل البيانات، راح يكون افضل بكثير من من بلاي ستيشن 5، وراح يكون مدعوم على منصه الاكس بوكس افضل من بلاي ستيشن 5. انا من ناحيه شخصيه تاخذ اكس بوكس افضله على بلاي ستيشن 5. احنا لهون خلصنا للفيديو، اذا عجبك الفيديو حط لايك، واذا عندك تعليق تحت وعندك مشكله من الحكي انا قلته تكتب كمان بالتعليقات رد عليك في اسرع وقت ممكن. كان معكم محمد، وهي كانت مرجعتنا بين الكونسولين الموجودات حاليا ب 2020 اكس بوكس اكس سيريس والبلاي ستيشن 5. حط لايك واشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كان معكم محمد، سلام.